فادي مرحبا ابو وليم. مساء الخير، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ميت مرحبا لين. انا حامل بايدي هون شهاده اللي هي طبعا انك تستر. ايوه. ممتحن اللي بتعلموا سياقه، وطبعا احنا بعد بسمعنا عن السمعه الطيبه اللي عندك، انك انت بتعلم سواقه وكثير شباب وكثير ناس بتعلم عندك، وانت كمان تقدمت لهي الامتحانات ونجحت بامتياز. ممكن تحدثنا شو يعني ممتحن، شو يعني تستر؟ الناس بخافوا كثير، بقول لك يا اخي والله اجى تستر معي انا وسقطني. اكيد. شو يعني هاي المهنه؟ بدايه انا احكي على تاريخ الشغله كيف بدي. انا بطلع اليوم كل مرحله اللي بيمرقها الطالب بمر عمليا مرحله السن القانوني تاع يبدا يتعلم سواقه. 16 ونص ايام تيوريا، 17 ايام تيست. بيواجه اول مشكله هي تيوريا. هاي اول بريك بيواجهه. بعد ما يتخطى هاي المرحله بيجي لمرحله السواقه. اللي هي ثاني بريك انا بعتبرها اللي هو المعلم. بعد ما كل شيء تمام ويضمن كل شيء تمام، اخر بريك قبل ما ياخذ الرخصه بسميه اخر بريك اللي هو البحين. فبنشتغل على الطالب بضل مشكله البحين. انا بطلع هذا الموضوع عشان بني ادم ينجح فيه. اخذت عهد على نفسي اي شيء بخص الرشوي لازم اعمله. فبديت كمعلم سواقه اي شيء بخص رخصه السواقه، اي شيء كموضوع سواقه، كل المراحل، اي شيء اخذت من البدايه ان كل شيء بخص مرحله السواقه لازم اكون ملم فيه، خبير فيه، متعلم فيه. فبدايه انا عملنا كاي معلم سواقه، اللي عملنا هي الاساس معلم سواقه على سياره خصوصي. اتطورت منها لمرحله ثانيه. بدي اسالك سؤال هيك دائما بوجهني، مع انه انا ما معيش رخصه بسوقش، يعني مين احسن الجير ولا الاوتومات؟ اليوم صراحه بحكيك اغلب الطلب قاعد عم بيقلب على الاوتومات. ليه؟ بس بعد في طلب بعده على الجير. بس ليه؟ لسبب واحد، لانه اغلب السيارات اليوم عم بتصير جديده. ما فيش جير غير سيارات قديمه، مين عاد اليوم مش قديم؟ فبرضه بعد في طلب على الجير. بس مش زي اول. بتعلم انت غير السياره الخصوصيه؟ يعني بتعلم عندي حاليا على سياره جير عادي. أيوة. معلم على سياره اوتومات. وبتمنى يكون معي وقت زياده كنت للاشياء. هاي لما تتعلم انت كل المراحل لازم كمان قبل اكثر من 15 شهر تعلم بالضبط. عشان هيك كملت، عملت كمان معلم سواقه، كمان اخذت شهاده على تراك. حلو. كملت كمان عملت على تاكسي، معي علم كمان تاكسي، كمان معي علم على باص، كمان معي علم على افنوع اللي هي دراجه ناريه اخرى. كمان بس فيش عندك مساحه تتعلم على دراجه هون، ما في عندك محل. انا حبيت اعمل سيارات كبيره وين تفوت في البلد. بالضبط. انا حبيت اعملهم كبني ادم قاعد بالسياره، ممكن افهم كل واحد على الشارع شو بيفكر. اذا شفنا تراك على الشارع شو بيفكر. اذا شفنا الموتور شو بيفكر، شو ممكن يعمل. مزبوط. الشوفير الباص شو ممكن يعمل. فحبيت اكثر الشغلات كشيء لإلي. شو بدي اقول لك، عشرة بنسميها اللي هي اثراء. بالضبط. فحلو المعلم يكون ملم بكل شغله عشان ما يكونش يعني كيف بقولوا عامل المفاجاه، ما يكونش موجود. من نطلع لي، من طلع لي، من نشر. هذا شيء ذكي جدا. بس انا يعني على اساس ما كنت معك شهادات ومعك القاب، مبروك وحده بتقول لك. ما بقدرش اقول لك كل وحده مبروك. يا سيدي الله يبارك فيك. ما كل هذا بصب بمصلحه الطالب. ضل شغله وحده هي البحين، نفهم راسه بايش بفكر. ففكرت فيها واحكيك بصراحه، اليوم بالمنطقه ما في بحنين. فش. بالاخص عرب. قلائل يعني؟ إيه انت بالعرب القرائل الممتحنين التسترين. احكيك من منطقه الناصري لبير المقصور لشفامر لعبلين طمره كابول لكفر سيف ابو سنان ما في. طب انت يا اخي معلم سواقه كيف بدك تعلم وتكون ممتحن نفس الوقت؟ بالبدايه يعني انت بتعلم هون بمنطقه ثانيه بتمتحن التلاميذ مثلا او نتائج؟ انا مركز اكثر على السواقه حاليا. هاي بالمستقبل احنا بنقول عرب دائما بنسير. خليها للبنسير. هي ما ضرتني. بس اكيد اليوم انا بعلم طريقه اللي فاهم، مش بس المعلم شو بفكر، كمان الممتحن شو بده. بس انا سمعت مره لما جيت تعلم السواقه، تعلمت انا مره 20 درس هيك، واخذني هيك معلم السواقه عند الممتحنين غرفه هيك، زي شو كان زي الكروفيا زي الاصابه هيك، وبتامر وبشوف وبنقوا نقا مين اللي بده يمتحنه. وهي الغلطه. هاي الغلطه في هاي. انت سمعت عن هاي الشغله؟ اليوم انا بواجه بتطلع، اليوم اغلب مجتمعنا بتطلع كم درس عملت. ويلا وانت التيست. انا تفاجات انه عندنا مجتمعنا جد مش فاهم انه في ماده اصلا تتعلمها. اليوم زي في مثل صيني قريته زمان عجبني، بدي اترجمه بالعربي، بقول جيب ليش السمكه علمني كيف بصيروها، فجيب ليش الرخصه علمني كيف اسوق، كيف اسوق الرخصه بتيجي. فهذا اللي بشتغل عليه اليوم، واظن طلابي بتشهد بهي الشغله. بس انت بتواجهك شغله انه في طلاب ما بيقراوش بكتبوش، وانت المشكله بقضيه النظره النجاح في الامتحان. بدك تعامل كل بني ادم على مستواه. فيش بني ادم لا سمح الله واحد بيفهم اكثر من الثاني. في كل بني ادم له كنيسة معينه، له مدخل معين. الشطارة معلم يعرف وين الفوت عنده بالضبط، وين الباب اللي بيستوعب منه.
فيجي بالضبط على منطقه وعلى هشته. ولا مره مرت معك نافيه؟ هيك نافيه انت تعلم واحد سؤال صارت معك نافيه بتحب تذكرنا اياها وتحكي لنا اياها؟ قصتنا هي طبعا بدها افكر انها فات كثار بس بدك نتذكر خلال الحديث ممكن نتذكر شيء. ما صارش معك ولا نافيه يعني. حاليا لليوم لا. بتغني انت؟ بتحب الغناء؟ ولا بس السواقة وخلاص؟ يا ريت اكون بالغناء شاطر زي السواقة يا ريت. بس والرياضة بتتمارس ولا اي هواية؟ للاسف فيش وقت بشغلتي لاي هواية للاسف. سؤال قبل الاخير، يعني المدة الطبيعية للبنات اللي بتتعلم السواقة قديش لازم تكون؟ انت حسب الخبرة بتختلف، بتختلف من شاب لصغير بنكون صريحين، بتختلف بالجيل. اليوم شاب بنقول بشهر صف 12 راسه تقريبا ما في هموم براسه، فاضي متلهف للسواقة، استيعابه اكثر من واحد نقول بالاربعينات وصادفني بالخمسينات كمان. اللي عنده مشاكل كثيرة، مشاكل يمكن مش سايبين بتتصل مرة بدك تكس حليب. انا متفهم يمكن تكس حليب بعد السواقة مش بس نص الدرس او نص الدرس بتلاقي عقله بهمومه الشخصية مزبوط، والنص الثاني مركز معنا بالدرس ويخلف علينا وعطانا نفس الثاني. فالحكم انه نتفهم هاي الشغله. فبيختلف جيل عجيل، بيختلف شاب لصبيه، بيختلف المنطقه كمان. بيختلف اذا كان عربي او يهودي او روسي، كل شيء بيختلف. بدي اسالك كمان سؤال اخير، انت نصيحه بتحب توجهها للسائقين اللي بياخذوا رخصه جديده وللي بيتعلموا يعني وللسائقين بالشوارع من خبرتك انت على اساس انت يعني هاي الشغلات يوم يوم بتواجه؟ اكيد انا بلخصها بجمله بسيطه. اليوم بحكي بصراحه، فرصة منيحة انك تتعلم سواقة عند معلم منيح، مش شرط فلان وعلان، بس عن جد نقي العنوان المضبوط لانه مش رح ترجع الفرصة كمان مرة، مش رح ترجع بالزمن لورا كمان مرة الرخصة. نصيحتي لك عن جد تتعلم سواقة مضبوط، ودائما يمشي على المبدأ اللي بقول بقولوا له بعبراني دائما عضيف لابيد ريقة محييم ما اشيل لابيد هيم بريقة. تفقد لحظة من حياتك ولا تفقد حياتك بلحظة. بالضبط. كداي 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 فعوديخ اتأنى، بلاش هاي موضة الكابلنوت اللي كانت قديمة عند المعلمين، يلا ويلا وفوتني وكذا. وظن الناس فاهم النتائج، نسمع الناس عاملة 8 تستات و10 تستات و14 تست و17 تست، عم بسمع ارقام مخيفة كله نتيجة الاستعجال او انه في استيغما معينة للأسف. هات نشتغل مظبوط لانه لا يصح الا الصحيح. مظبوط. هاي خلاصة الحديث. شكرا لك، يعطيك العافية. مبروك على الشهادة المنتهية. شكرا لك، شكرا لك، نجاح. شكرا لك.